عمل يا سي حماده البيت نور. هو فين الاستاذ؟ يا ابراهيم يا ابراهيم تعالى ابوك هنا وعايزك. اهلا يا بابا. انت لسه هتقول اهلا يا بابا؟ اتفضل يلا لم هدومك وكتبك هتيجي معايا دلوقتي حالا. اجي معاك فين؟ فين يعني ايه؟ في البيت. تركز الكام شهر تذاكر كويس. انت مش في ثالثه دلوقتي؟ انا في البكالوريوس يا بابا. ما شاء الله. طب ما خلاص هانت اهي. يلا خلص الكليه عشان تيجي تمسك لي حسابات المحل. حسابات ايه؟ انا في سياسه واقتصاد. امال مين اللي في تجاره؟ مش مهم. سياسه واقتصاد تجاره ما تفرقش. يلا ادخل لم هدومك يلا عشان هتيجي تقعد معايا في البيت. اتاخرت قوي يا بابا. اتاخرت 22 سنه. اللي قعدني السنين اللي فاتت دي كلها هنا، يا عندي كام شهر اللي فاضلين دول كمان؟ ايه يا ابني؟ وانا جاي لك عشان تقطمني. اللي بقوله يتنفذ. ادخل البس هدومك يلا هتيجي معايا. طب والست الغلبانه اللي شقت معايا السنين اللي فاتت دي كلها، اسيبها لوحدها وامشي؟ لا ما تسيبهاش. عيشها لو عايزه تيجي اهلا وسهلا. ايه رايك يا ماما؟ تحبي تيجي تعيشي معانا في قصر عز وباشا عشان تخدمي الست مرات ابويا الجديده؟ عيب عيب الكلام ده يا ابراهيم عيب. الواد ده حصل له ايه؟ ده ما كانش كده يا عيشه. اتكلم كويس يا ابراهيم. يعني ده جزاء ان انا جاي اخدك من هنا؟ واشمعنى النهارده بالذات قلبك حن وجيت لغايه الحارة عشان تاخدني اعيش معاك؟ انت مش خايف عليا؟ انت خايف على نفسك؟ يا ابراهيم انت بتكلمني كما لو كنت راميك ومش سائل فيك. مش ماما نونا بتجي لك كل شهر يعني؟ ايوه. انا مش سايبك يا ابني. حتى الشهريه اللي بتبعتها لنا ماما نونا مش حبا فينا. برضه الخوف هو السبب. الخوف على اسم عز وباشا. احسن امي تروح تشتغل في البيوت وتبقى الست مرات حماده بيع عزه بتشتغل خدامه. اخرس اخرس يا قليل الادب. اخرس انت هتضربيه. ابراهيم مش عيل صغير. ابراهيم راجل دلوقتي. يلا هنا يلا عشان خاطر حبيبي. يلا يلا ده انا ابوك. هو انا لو مش بحبك كنت جيت لك لغايه هنا؟ يلا حبيبي يلا عشان خاطري. انا مش هنزل من هنا غير بيك. يلا ادخل البس. انا اسف يا بابا مش حاجة. وتكسف ابوك تكسف ابوك يا ابراهيم اللي جاي لحد هنا عشان ياخدك معاه. والله انا ما عارفه اقول ايه. والله ما عارفه اقول ايه يا سي حماده. كده ابراهيم يعني ده جزائي ان انا جاي لغايه هنا عشان اخدك؟ انا كده عملت اللي عليا. راح نازل فيهم ضرب ولا رشدي ابوظك الافلام يا ام كده؟ حسام ده تربيتي راجل من يوم. يا ريت توصي ابوك عليه شويه كده يعني. هو نفسي الاقيه علق النسر على كتفه لان حكايه النجوم دي بقى طالت قوي ملهاش لازمه يعني. والله العظيم يا ام كده بابا بيحبه قوي وبيحترمه كمان. على العموم لو هو خد رتبة صاف انا هديك الفازة اللي انت نقيتيها من هنا وكانت عجباكي قوي. ها؟ تعرفي بقى ان انا عرضت عليه كتير قوي انه يتجوز يعني وكنت بجيب له كل مرة عروسة زي القمر. تعرفي يعمل ايه؟ يرفض يقول لي لا 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 معلق النسر الاول. ايه ده معقولة يا اوكي؟ يعني حسام ما اتجوزش لحد دلوقتي عشان الترقية؟ لا الجواز ده مش في دماغه ابدا. ده من يوم ما اتولد وهو ظابط. من هو ولسه صغير كان بيلبس بدله الظابط. انت عارفه لما كان في ابتدائي هو واصحابه كانوا بيلعبوا لعبه عسكر وحراميه يعني. هو طبعا كان مع العسكر والقائد بتاعهم. مسكوا الحراميه راسه الف سيف ان يوديهم الاسم مع انهم بيلعبوا. كبر في دماغه. الله يحفظك يا حسام. معقولة يعني؟ لا مر بتجربة عاطفية ولا حب ولا خطوبة حتى؟ لا حسام ده أصلك ما تعرفهوش. أنت عارفة لما كانوا يحبوا يعاقبوه في المدرسة كانوا يجيبوا بنت يقعدوها جنبه يبص لها كده ويقعد يعيط طول الوقت زي ما أكون هتاكله. حاولت ان انا ادخله مدرسة مشتركة في الاعدادي والثانوي رفض. بس الحمد لله هو دخل كلية الشرطة
وطلع الأول في الأربع سنين. باين عليه عصبي قوي. هو أصله بياخد الأمور جد شوية. وعنوم إحنا في زمن دلوقتي أي حد ياخد الأمور بجد بيبقى عصبي. ألو؟ ابن حلال مصفي. أنت اتأخرت عليا النهاردة ليه؟ إيه؟ أطلع لك؟ لا لا، أنت اللي تيجي يا حضرة اليوزباشي. نفذ الأمر اللي بقولك عليه. أيوه. ده حسام. طيب استاذن انا بقى يا ام. استاذن تروحي فين؟ اقعدي استني. السلام عليكم. ايه ده بقى؟ اقابلك بالليل وبالنهار كمان؟ انا اسف، انا ما اعرفش ان حضرتك هنا. ازيك يا جدو؟ حسام بيه؟ اتفضل. منير بيبي يقول انك ما بتحبش البنات. ده كلام برضو يا جدو؟ لا انا مش متضايقه، اصل انا كمان ما بحبش الولاد. كويس كده، يبقى اتفقنا. هي داليا طولت ليه في الرحله دي؟ هي اصلا في نيويورك، ربنا يجيبها بالسلامه ان شاء الله. يا المفروض انها تكلمنا دلوقتي وتطمنا زي كل يوم، بس لغايه دلوقتي ما اتكلمتش، مش عارف ليه. ان شاء الله هتتكلم يا بابا. تلاقيها هي. داليا. داليا مين بقى يا استاذ؟ امال اونكل منير ليه بيقول انك ما بتحبش البنات؟ انسه ميرفت، اهلا وسهلا. معلش اصلا افتكرتك داليا اختي، اصلا مسافره. لا لا، هي بتشتغل مضيفه في شركه طيران. خير في حاجه؟ ما هو مش معقول اكون بكلمك عشان عملت حادثه تانية، دي حتى تبقى رزالة مني قوي. لا انا بكلمك عشان اشكرك على اللي عملته معايا. بتروح نادي الشرطة؟ يعني انا احيانا بروح اتغدى هناك. كنت عايزة ارد لك اللي انت عملته معايا. ايه هترفض عزومتي؟ قوليلي بس ايه اللي حصل يا دودة؟ اول ما وصلت ميونخ رحت على الاوتيل، كلمت طنط نوال زي ما قلتلك، ولسه بقول لها انا داليا بنت حماد عايزه وعايزه اجي اقضي عندك يومين يا طنط. لقيتها راحت هبه فيا وقالت لي انا مش فاضيه، انا مشغوله، انت ازاي تكلمي الناس وتقول لهم انا جايه لكم فجاه كده؟ في اصول، في طريقه. وقعدت بقى تقول لي هو ابوكي ما علمكيش الحاجات دي ولا ايه؟ وتديني بقى دروس في التربيه والاخلاق. نوال تعمل كده؟ معقوله؟ احساسي وانا في الغربه وبكلم واحده المفروض انها قريبتي كان فظيع، ما كنتش متخيله انها هتحرجني قوي كده. ازاي تكلمك بالشكل ده؟ دي اتجننت دي ولا ايه؟ انا يمكن اسكت على الموضوع ده. انا هقول لماما نونا وهي هتتصرف. وانت تفضلي مبوزه كده على طول. حصل ايه يعني؟ خلاص انسي نوال دي خالص، دي بقت خواجايه اكنك ما كلمتهاش. تعالي اوريك المفاجاه بقى، الواد شادي راسم لك حته صوره تجنن. ايه رايك؟ حلو قوي يا بابا. تصوري ما رضاش ياخد ولا مليم بجد. طب اشكره لي كتير. يلا. ايه؟ رايحه فين؟ هروح اعمل شعري عند الكوافير. كوافير ايه يا بنت انت؟ انت من هنا ورايح تعملي شعرك عندنا؟ عندكم فين؟ انت ناسي ابوكي متجوز واحده عندها بيوت سنتر. ايوه صح، المحل بتاع مراتي يبقى المحل بتاعي، وتلحقي تستغل المحل ده قبل ما اغير نشاطه. ايه ده؟ هو انت ناوي تغير نشاط المدام كمان؟ يعني انا افتح المحل ده على المحل بتاعها، اعمل اكبر معرض للعب الاطفال بمساحه العماره كلها. ايه ده؟ حماده في اقوى ادوار الشر؟ لا انت طلعت جامد قوي، احنا مش عارفين يا حماده. الناس فاكرين ابوك على نياته. اصبر عليا انا بتكتك بس على نار هاديه. ايوه